طبعا اخونا فهد الشامسي من الامارات سوى حركه ما حد سواها، وسع مضبوط علشان يصيد البوكس. كل التوفيق له، ان شاء الله يطبقها، ان شاء الله يطبقها. اول شخص معانا اليوم يطبقها. يا سلام يا سلام، صفقوا له الرابعه. حيوا حيوا شباب، حيوا 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 حيوا. يعني انا اشوفه نفس اخونا سلام الملك. صحيح صحيح صحيح. هو شنو؟ المحاولة الثانية لأخونا فهد الشامسي من الإمارات، وأول محاولة لها كانت جدا ممتازة، وكل التحية لأخواننا من الإمارات المشاركين ومن الكويت ومن عمان ومن قطر. أوكي؟ وفق أخونا فهد من الإمارات صراحة سواقة جدا ممتازة، وهذه المحاولة أنا متأكد إن شاء الله أنا راح أطبقها بإذن الله، بإذن الله إن شاء 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 الله. حيوا 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 ما قصر، حيوا 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 حيوا. الحركة معنا اليوم أخونا فهد الشامسي من الإمارات. يا سلام، باقي آخر شيء أعتقد بعد مطلوب منه باقي حركات لازم يطبقها أخونا سعيد. ما شاء الله ما شاء الله. وانا بعد محاولته كانت جدا ممتازه وخالف التوفيق لاخونا بعد الشامسي. يا سلام. اعتقد انه طبق جميع الحركات. ما شاء الله ما شاء الله. انا اشوفه طبق جميع الحركات. انا شفته من اول محاولة اخوي سعيد. تاكدت ان الرياض راح يطبقها غلطانين. صحيح صحيح. لجنة التحكيم ما ادري ايش قالوا. باقي لازم يرجع حق الفنش. لازم يطبق باقي الحركات. مطلوب منك اخوي فهد تطبق باقي الحركات. ما شاء الله.